يقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فكرم الله تبارك وتعالى بني آدم وفضله على كثير من خلقه، لكن الشيعة أبوا هذا التكريم، خرجوا علينا زاعمين في حسينياتهم أنهم كلاب وينبحون كما تنبح الكلاب ويضعون السلاسل في رقابهم ويقولون أنهم كلاب للحسين. وأنا لا أدري، هل يا شيعة طلب منكم الحسين هذا؟ هل طلب منكم أن تكونوا كلابا عنده؟ شاهدوا امتهان الشيعة لأنفسهم وعدم تشريفهم بتكريم الله تبارك وتعالى لهم. حسين جانم، حسين دل بغم تو بستم که سگ بچه هاتم بدم هل طلب منكم آل البيت أن تكونوا كلابا يا شيعة؟ هانوا على الله فخذلهم حينما دعوا غير الله واتخذوا من دون الله وسطاء وشفعاء، فهانوا على الله حتى أصبحوا كالكلاب، بل يتمنون أن يكونوا كلابا، عمائم مزيفة.